بينما تعتمد خزينة الدولة على صادرات النفط، في رفض خزينتها ترتفع وتيرة المخاوف من أزمة اقتصادية مرتقبة. مراسلنا في نينوى عمر القاسم رصد لنا الوضع في مدينته ونسب البطالة في هذا التقرير، نتابع. يترقب العراق أزمة اقتصادية ربما تكون قريبة بعد تراجع أسعار النفط عالميا، ولا سيما بأن خزينة الدولة تعتمد بشكل شبه كامل على صادرات القطاع النفطي. الحكومة العراقية أشارت إلى عدم تحملها مزيدا من الموظفين في القطاع العام. هذه التصريحات أثارت موجة استياء لدى الأوساط الشعبية ولا سيما من العاطلين عن العمل. هسه المعامل لو موجودة أشوف أكثر الشباب راح يتجهون للمعامل ويشتغلون. زين الحكومة تقول نحن ما نطيق نعين لأن والله الموازنة ما تكفي، زين هاي الشباب وين تروح؟ اليوم احنا بحاجة ماسة إلى تحسين عملية التخطيط. اليوم الحكومة معتمدة كليا على واردات النفط وعلى التعيينات في الوزارات، نرى أن هناك ترهل واضح وكبير في الوزارات بسبب التعيينات المتتالية سنة بعد سنة. ويقول اقتصاديون بأن الدوائر الحكومية تشهد ترهلا وظيفيا في معظم مفاصلها، ما يدخل ضمن ما يعرف بالبطالة المقنعة، ولا باب لتوظيف المزيد غير تعويض المحالين إلى التقاعد، فيما يسعى مجلس الخدمة الاتحادي لتحقيق توازن في الدرجات الوظيفية مع حاجة البلاد. بعد تأسيس مجلس الخدمة يعني نأمل أنه تحل هذه المشكلة ويتم السيطرة على عملية التعيين عن طريق مجلس الخدمة وعن طريق وزارة التخطيط، من حيث يعني الرؤية التي سوف تكون واضحة لدى وزارة التخطيط من احتياجات الدوائر من الوظائف والكوادر، وخصوصا بعد يعني صدور قانون التقاعد يعني انه السن القانوني يكون 60 سنة. في نينوى 34% من مجموع اكثر من 4 ملايين نسمة يعانون من البطالة بحسب احصائيات حكومية. يتساءل هؤلاء عن مصادر دخل ثابتة بعيدة عن القطاع الحكومي، وسط خروج القطاع الصناعي مثلا عن الخدمة. من الموصل عمر القاسم، الرابعة.